هل يا شيخ من السنة الدعاء يوم عرفة على الراحلة؟ الأمر واسع يا الله. النبي وقف على الراحلة ودعا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفتها وأنا وجمع كلها موقف. نعم، يعني ليه؟ الأفضل على الراحلة الإنسان يصلي على الراحلة، إذا كان حج على راحلة على الراحلة. نعم، وإن جلس في الأرض أو تحت الخيمة أو تحت الشجر الأمر واسع، ما كل يتحمل. نعم، ما كل يتحمل. لكن إن استطعت يا شيخ أن أدعو، إذا استطاع يقف كما وقف النبي طيب، على الراحلة السيارة أو غيرها إذا تيسر طيب. أحسن الله إليك يا شيخ، وفي تأس كامل. أحسن الله إليك يا شيخ. كان هذا الاتصال على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، ظهر يوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة 1413 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.